ودخل ولدي انا خفت منه وحق الله العظيم وخسر خفت منه. تعرف السكيت يكون فيه الزعامه، انا ما جاتني الزعامه، جاني الخوف. طويل وقلده ديال واحد الحياه وعنده ديك ديال الصاله هنايا. دخل يا خويا وقارو تيخون تيكميو ويدخل ويقول السلام عليكم. وديك اختو سلتات مو بقات جالسه ويقول السلام عليكم، بينها بواحد البروده يعني وعليكم السلام ورحمه الله السلام عليكم. ويجلس ويقول امو شكون؟ قالت لي هذول غيهضروا في اختك، جاو يهضروا في اختك. قال لي يهضروا في اختي، شكون اللي بغى يهضر في اختي؟ قالت لي هذا. قال لي الاخر انا في لا فرونس سوي جو ترافاي دون لا فرونس. الاخر نسالو ثقيل، انت انا سكرام تنقول هذا ماله؟ اولي هذا ماله؟ وانا هضر فرونس اخت باش نمشي لفرونس، اخ في لا بوليس يعني انا لا بوليس بها انا يعني في لا بوليس. قال لي تعرف تعرفك انت يا خراز ياك وباك هو في الامن. قال لي اه تعرف انت دخلتي البوليس؟ قلت له عادي يمكن شهر دابا هذه شي شهر شهرين. قلت له اه شهرين. قال لي راه دخلتي معكم في ستاج؟ قلت له قال لي انا مع قال لي راه انتم دخلتي. ناري وانا نسكت كنت بغيت نكذب عليه تنقول انا بوليسي وكذا وكذا. قال لي انا عرفتك وانا نسقر قلت ساقر. هو بس قال لك واخا. قال لاخر علاش ما جيتيش انت عائلتك معاك؟ نو غادي نجيب العائله لا فامي غتجي لا فامي غتجي. كلمه واحده قال لي كون جيتي عائلتك ويجيو الناس هذا وراك مناصتين شويه جيتو صاربين سكرانين. قال سكرانين وانا نجمد وجاي سكران حشومه. الواحد دا جاي يخطب غادي يجي سكران. وانا الراجل اللي كان بحالك بحال كنت حالك سكران ولا حتى الشراب عاطيه فيك وخدام على الكوارو. قال امو نوضي خرجي منها، نوضي خرجي انتيا. وهي تخرج امو ما تهضرش امو بحال امو دارت شي غلطه حست بها. قلت ويلي سكرانين وتجيو هذا تخطبوا جيب والديكم. جيب والديك قال لي جيب امك جيب باك. وهي تدخل هذيك جابت كاس خاوي. شكون هذه؟ مرته اللي هذيك خينا قال عليها قال عليها انا نتزوجها وهذا. هي تدخل ويجيب كاس بحال هكا خاوي. قالت لي هكا حافظت كبتي. الاخر هذاك اللي حدايا اللي كان هضر ليها نساش قالوا ليه. هو يقول لي دخل حط الكاس قال لي سمح لي نهضر معاك. قال لي السيده هذه انا ناخذها اخت ديالها انا غناخذها. قال لي شنو؟ انا نتزوج بها. انا ناوي ان شاء الله لفرنسا مع اخ نمشي لفرنسا نمشي انا نتزوج بها. قال لي هذيك راه مرتي. قال لي واحد الكلمه قدا قداش فيها الصوبيس. هذيك راه مرتي انت غتزوج انت تهضر لي انا مرتي قدامي غتزوج بها. كانت مرتك مرحبا ما كانتش مرتك انا نتزوج بها. نوضو نخرجو انا نوضو نخرجو. وانا وقف دا وانا قلت ليه شوف احترم راسك شويه. قال لي اسمع انت اسمع 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 الخراز تنعرفك انت مزيان بقا تقول لي ديك بوليس تا هذاك هذيك الشهرين اللي باقي اللي دوزتي ديال البوليس غنسبب لك عمرك ما تولي بوليسي في هذه الليله هذه. خرج خرج برا خرج خرج. انا خويا خافت اخويا خفت خفت دا يدير لي شي مصيبه. سدت والله سدت وانا نسمع ورايا وقلت ما تضربش ما تضربش انا سمعت ما تضربش ما تضربش تجلس في الطوموبيل. واش نضرب؟ ذاك اللي قال لي انا انا مرسو قال لي غادي نتزوج ضربوا الاخر ضربوا بواحد التصرفيقه. ويخرج صاحبنا فرنسا تيقول لي احترم نفسك احترم نفسك حنا جينا الخطوبه. انا اللي طلع لي ما طلع ربع السكيري ولا هو صحيح غادي جا حدا حدا نافيه تيدير بوعه يعني طلع. انا طلعت للطوموبيل وريحت الوقت اللي يدوز لهاد الجيه تطلع الجاج تبقى شوف لهاد الجيه ما بقاش قادر نهضر انايا. والاخرين تيقعدين تيتعطوا في الركوب تيقول لي طلع هنا على البوك طلع 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 سكيريه. تيقول مو عجبك هادشي جيب لي ربعه ديال ديال السكيريه هنايا ربعه السكيريه. هذيك خينا مول الطوموبيل ما هزش السوارت من الطابله فاش ناض الصداع وبقينا واش عندك السوارت ما عندك السوارت. الاخر خدام تيضرب كل مره يصمك واحد التصرفيقه يدفن عليها هذا يصمك هذا وحنا السوارت ما السوارت. عاد واحد اختو دخل قالت له واش تجي ها السوارت ها هما هما عطيو السوارت ديالو. المهم ركبنا في الطوموبيل غادا واحد دا التصرفيقه الاخر دا بوينتا الاخر دا دفعوا على الطوموبيل خبطوا. هنا ما بقى داك السيد تيقول لي فاكونسي تيقول لي مشيو للكوميساريه ياك انت بوليسي مشيو للكوميساريه ديهم لابوليسيون. قول انا بوس غدير مصر حنا حنا كرانين مخربقين طلعنا لدارهم طلعنا لدارهم الفوق عاود جبت الشراب بنت كي صبحت
كي صبحات حالتي وعندو ناس في الدار، اش تقيلت في ديك الليله وشنو رديت؟ وانا اخري باقي جديد باقي دوبل في، ما تعرف لا كارو لا مولي وبيه، اشنو رديت في ديك الليله؟ قلبي تردو قلبي تردو. تندخل واحد الميحاد عندهم في الدار، جاب الله الميحاد في السطح وقلبي تردو. تنقول امي انت غير جاني الصهد وجاني العرق وتنعطي في الارض. هما مالفين مجبدين تيخرخروا وانا نفسي تنموت. ما وصلت ما جيت للدار تلقى قدام على الجوج امي تشوفي مالك وليدي ما نعسش البارح في الليل ما جانيش نعس في دارهم مالهم ما جانيش نعس. بسم الله الرحمن الرحيم ديك الدار بحال مسكونه تلاها. لطيف ولطيف وليت عمت في الدار ودوزت لحد ناعس مجبد. نهار اثنين مشيت ديك الخدمه ديالي كرهت الشراب وما يجي منه. واش قربني ليه واش داني ليه؟ صيدنا في ديك الليله هذيك زاد عندنا ذنب